مساكم الله بالخير مشاهدينا، ورب يسعد اوقاتكم ومساكم بكل خير، ويا مرحبا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم 7 على 7. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري بطلي العالم عبد الله الشراري وجاسم المطروشي الفائزين في البطولة العالمية لأصحاب الهمم لمصارعة الذراعين وألعاب القوى ورفع الأثقال. واستمع سموه خلال اللقاء إلى إنجازات البطلين، وهما مدربان وحكمان دوليان معتمدان في البطولات العالمية، ومشاركتهما في المسابقات الدولية والفوز بميداليات ذهبية تضاف إلى نجاحات أبناء الإمارات من فئة أصحاب الهمم، وتعزز مكانة الدولة في المجال الرياضي على المستوى العالمي. وأهدى البطلان الميداليات الذهبية لسموه تقديراً لدعمه واهتمامه بأصحاب الإنجازات الرياضية، وتمنى سموه لهما التوفيق في مشاركاتهما القادمة في بطولة العالم الرسمية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل، مؤكداً دعمه المستمر للرياضيين من فئة أصحاب الهمم. وجرى استعراض خطة إنشاء نادي الفجيرة لأصحاب الهمم الذي يهدف إلى تلبية احتياجات هذه الفئة من الناحية الرياضية والاجتماعية والنفسية، إضافة إلى توفير نشاطات متنوعة يقدمها أخصائيون ومدربون وأصحاب الاختصاص، بما يسهم في توفير الدعم الكامل لفئة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال. وتقدم عبد الله الشراري وجاسم المطروشي بالشكر إلى سمو ولي العهد على دعمه ومتابعته للرياضيين في إمارة الفجيرة، مؤكدين سعيهما الدائم لتمثيل الدولة في المحافل الرياضية الدولية وتحقيق مكاسب وإنجازات مشرفة. نشير بأن سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة قد حضر اللقاء، وبدورنا نتمنى المزيد من التقدم والنجاح للبطلين العالميين عبد الله الشراري وجاسم المطروشي الفائزين في البطولة العالمية لأصحاب الهمم لمصارعة الذراعين وألعاب القوى ورفع الأثقال. وفي موضوع آخر مشاهدينا، أشادت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بدور جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى العالم. وللحديث أكثر حول التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية تابعة لجامعة الدول العربية. مساك الله بالخير وحياك الله دكتور، يا مرحبا وسهلا. أهلا مرحبا بكم إخوتي في تلفزيون الفجيرة برنامج 7 على 7. حياك الله معاليك معاليك، وتخبرنا تقوم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور من خلال تنظيم العديد من المسابقات والمبادرات. برأيكم معاليك كيف ترون هذا الإنجاز؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المشاهدين والمستمعين، المنظمة العربية للتنمية الزراعية هي عضو مجلس الأمناء لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومعلوم لدينا أن هذه الجائزة تحظى بالعناية الكبيرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم قوي جدا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ ومتابعة لصيقة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ومعلوم لدينا أن الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش هو رئيس مجلس الأمناء، لذلك تجد الجائزة الدعم والرعاية والعناية من الدولة بأقطابها جميعا، مما مكنها من إحداث اختراقات كبيرة في قطاع النخيل نخيل التمر في المنطقة العربية. وجائزة خليفة تسهم إسهامات كبيرة في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى العالمي من خلال تنظيم المهرجانات الدولية والمؤتمرات الدولية
ودعم أنشطة الدول العربية على مستوى الإنتاج والتسويق، وتعمل مع الشركاء جميعا الأكاديميين ومراكز التميز والقطاع الخاص والقطاع العام والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وهي تساهم في إيجاد مقاربات وتدخلات على مستوى الإنتاج والتسويق ودعما فنيا ومؤسسيا وماديا. لذلك الجائزة لديها مبادرات قوية في نشر المعرفة بالتوثيق والتواصل والمعارف والممارسات الجيدة، مما ساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور. تبقى النخلة عربية معاليك. نعم، لا شك في ذلك. الله يسعدك معاليك. ما هي إنجازات المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور؟ لو تخبرنا أكثر عن جهودكم في هذا المجال. شكرا جزيلا. حقيقة تدخلات المنظمة العربية للتنمية الزراعية في قطاع النخيل والتمور يعني يمكن إيجازه في محورين أساسيين. أولا التدخلات الفنية، وهي عموما حزمة التقانات المؤدية لزيادة الإنتاج ومعالجة المشاكل، كما كان في معالجة مرض البيوض اللي هو معروف اسمه مرض الزبول الوعائي ومرض فطري، ومقارعة سوسة النخيل الحمراء ودباس النخيل باستخدام المكافحة الحيوية بإنتاج أو بتطوير المفترسات وأمراض والممرضات الحشرية. فالتدخل الأول، الجزء الأول، هو تدخلات فنية، هي تقانات يتم نشرها في مناطق إنتاج النخيل. أما التدخلات الثانية، تدخل المحور الآخر الكبير، هي التدخلات المؤسسية، وفيها نوعين من الأنشطة. يعني إحنا نقوم بعمل كبير في على مستوى السياسات والأطر والدراسات والتقارير والتحاليل والمعلومات المؤدية لنشر المعرفة، وأيضا نعمل في إدارة المعرفة في هذا القطاع الهام عبر بناء قدرات المنتجين وتنظيمهم وتقوية البحث والإرشاد. فديل المحورين الأساسيين اللي بتعمل فيهم التدخلات المنظمة العربية للتنمية الزراعية. نعم. لتطوير قطاع التمور إن شاء الله. إن شاء الله. ومعاليك، ما هي أهم المشروعات التي نفذتها المنظمة في المنطقة العربية؟ حقيقة المشروعات كثيرة، لكن دعني أذكر أهم 4 أو 5 مشروعات. تفضل. في المنطقة العربية، أولا كان المشروع الإقليمي للمكافحة الحيوية لسوسة النخيل وحفارات الساق والجذور باستخدام النيماتود الممرضة للحشرات وغيرها من وسائل المكافحة الحيوية في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 97 إلى 99. ده كان أول وأكبر مشروع، وكان مشروع فيه جهد إقليمي كبير. ثم تلاه مشروع نقل تقانة المكافحة الحيوية كعنصر أساسي في الإدارة المتكاملة للآفات لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء في الشرق الأوسط في العام 2000 إلى 2002، وده أيضا كان مشروع تكاملي فيه جهود إقليمية كبيرة. ثم المشروع الإقليمي البحثي لكشف مبكر عن مرض البيوض على النخيل وتطوير تقانات مكافحته خاصة في شمال وغرب القارة الأفريقية في المنطقة العربية في العام 2004-2008. ثم مشروع تطوير الإدارة المتكاملة لحشرة دباس نخيل التمر في المنطقة العربية 2011-2012. ولعله آخرة كان مشروع تطوير الإطار الاستراتيجي لنخيل التمر في المنطقة العربية، جهد مشترك بين المنظمة والفاو والفاعلين الأساسيين على رأسهم جائزة خليفة. ده كان في نظرة استشرافية لتطوير قطاع النخيل، مشاكله الآنية والرؤى المستقبلية، والإطار موجود وهو إن شاء الله سيكون خير معين لنا في الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. جهد كبير وواضح، ونتمنى لكم إن شاء الله دائما التوفيق والسداد. معالي الدكتور إبراهيم آدم أحمد الذخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، شكرا لك معاليك، وفرصة سعيدة أن نلتقي بك. شكرا لتلبية الدعوة. شكرا جزيلا لكم جميعا. الله يحفظك. يا مرحبا وسهلا معاليك، حياك الله. مشاهدينا، انطلقت بالأمس فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات جايسيك، أكثر الفعاليات تأثيرا في مجال الأمن السبراني في الشرق الأوسط وإفريقيا. يقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من خبراء عالميين في القطاع يتعاونون لوضع أجندات الأمن السبراني الإقليمية. نتعرف أكثر على التفاصيل من خلال هذا التقرير.
الحين هذا رابع سنه لنا ك سبونسر رسمي للايفنت هذه من ناحيه الدائره الحكوميه، والهدف من هالمعرض ان نحن ندعم الشركات الالكترونيه للام الالكتروني وندعم الدوائر الحكوميه يجون للايفنت هذه ونكمل على هالمستوى ان شاء الله. الاستفاده العامه للشركات هم ان يعرضون لبعض اصلا السولوشنز موضوع الاشياء اللي هم يعرضونها كبرودكت، وبعدين نحن نكمل عليهم نشوف هل هو الشركات يستفيدون من بعض او الشركات المؤسسات الحكوميه تستفيد من بعض. الهدف من هالمعرض ان نحن ندعم الامن السبراني وندعم شركات الامن السبراني لينطلقون في هذا المجال ان شاء الله. واحنا النهارده موجودين في الجايسك 2021 مع كل مجموعه شركات السايبر سيكيورتي والتركيز على السايبر سيكيورتي بشكل رئيسي. أكرونيس مركزه في جزئين بشكل عام، على الداتا بروتكشن سايد من ناحيه حمايه البيانات، وكمان الجزئيه الخاصه بالسايبر سيكيورتي والامن السيبراني. وكنا عملنا سيرفي في دوله الامارات العربيه المتحده وكان شارك فيه حوالي 200 فرد، ووضح من خلالهم ان 25% من المستخدمين ما عندهم اي حمايه من الهجمات الالكترونيه. فكان ضروري جدا ان احنا نشارك النهارده في الايفنت ونوري المستخدمين كل المنتجات اللي بتقدر تساعدهم على الحمايه من اي هجمات الكترونيه. تأتي مشاركة شركة هواوي في مؤتمر جايسك 2021 إيمانا منها بأهمية الأمن السبراني كجزء مكون أساسي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. هذه السنة يعني تشارك هواوي عن طريق عدة خدمات مقدمة، منها على سبيل المثال الأمن في مجال الجيل الخامس من الاتصالات، بالإضافة إلى الأمن في مجال الذكاء الصناعي والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء. حقيقة الوعي في المنطقة، في منطقة الخليج وعالميا، في الأمن السبراني يتنامى سنة بعد سنة، وذلك في ظل تزايد من الهجمات من قبل القراصنة في هذا المجال. وهذا الوعي ينعكس في قضية سؤال المستخدم نفسه عن قضية ما هي خصائص الأمن في التقنيات اللي تقدمها الشركات، وهذا أيضا يؤدي إلى تزايد يعني الحديث عن الأمن الإلكتروني وتحدياته من قبل الشركات. فريق صقور الصحراء للإنقاذ هو فريق يتكون من مجموعة متطوعين لتلبية احتياجات المجتمع في الإنقاذ من جميع إمارات الدولة، بوجود كوادر مؤهلة ومدربة لمساعدة العالقين في الصحراء والمناطق البرية والبحرية والجبلية، حيث يعملون على مدار الساعة. وللحديث أكثر عن الموضوع معنا في الاستديو الأستاذ خالد شيبان الريح، رئيس فريق صقور صحراء الصحراء للإنقاذ. مرحبا وسهلا فيك يا خالد، وحياك الله. يا مرحبتين، يعطيكم ألف ألف عافية على الجهود. الله يعافيك، رفعتوا الرأس وبيض الله وجهكم. أخوي خالد، قمت بإنشاء فريق تطوعي يستجيب لجميع الحالات، علشان نكون واضحين لبعض المشاهدين وكبار السن، اللي غرزون واللي يغطون واللي يطبون في غليله واللي يطبون في وحل، هذه الأمور أنتوا قمتوا بها في الإمارات بدون مقابل في جميع مناطق دولة الإمارات. يعني أنا أفتخر في هذا الجهد اللي تقوموا به، أنا كإماراتي وابن البلد. لو تخبرنا عن فكرة إنشاء هذا الفريق، من وين جاتك الفكرة؟ والله طول بعمرك، أظن إحنا كشباب مواطنين البر مو بيديد علينا، شيء متعودين عليه. بداية كانت شيء بسيط، شباب يمع نسير نحصل واحد مغرز نطلعه، واحد مترى شوية هاي بالا قلص نقلصه. شوية شوية بدينا نطور من عمارنا، قلنا لا خلنا بنسوي جروب أفضل، بدينا نسوي جروب. شوية شوية بدينا نعدل في الجروب هذا لين ما كبرنا المجموعة، صارت مجموعة كاملة لها هدف لازم نوصله إن شاء الله وبنوصله. الحين الحمد لله الفريق كبر، طريقة استلام بلاغات، التواصل ويا الجمهور بطريقة معينة قدرنا نتواصل وياهم. شوي شوي بدأنا يتعدل الفريق من مجموعة بسيطة لمجموعة كبيرة، معدات بسيطة وصلت معدات أفضل، تحسينات في الفريق.
جميل جدا. يعني عندكم أعضاء للإنقاذ البري والبحري، كم عدد أعضاء الفريق؟ الحمد لله الحين احنا وصلنا تقريبا في حدود ال 150، من 150 ل 200 شخص. بارك الرحمن، 150 شخص على مستوى نعم. دولة الإمارات. هي نعم، متوزعين عندك من بوظبي والعين، الشارجة، دبي، بوظبي، راس الخيمة، وانت ساير الإمارات كاملة. ممتاز. هي نعم. جميل. العديد من الأشخاص ما يعرفون الفريق ولا يدرون عنه، أنت كمؤسس للفريق وأعضاء الفريق كيف تعرفون المجتمع وتعرفون أفراد المجتمع على خدماتكم؟ شو بتقول لهم؟ شو بتقول للمشاهدين خلال الشاشة؟ شو تقدمون لهم؟ والله إحنا خدماتنا الحمد لله بدون أي مقابل. هذا الشعب الإمارات كلهم يسوون خدمات وما يبون منها رجع، يبون بس منها الأجر. أي واحد بيطيح بأي سواء موتر تعطل على الشارع ولا في البيت ولا في حتى في أي مكان يتواصل ويانا يشوف شو اللي بناخذه من عنده. إحنا أهم شيء عندنا أن الشخص اللي يكون قدامنا اللي ينزل عندنا بلاغ نوصله بأسرع وقت، نحاول نحن نساعده من المشكلة اللي هو طايح فيها. هذا أفضل شيء عندنا. التواصل ويا الجمهور عن طريق الشباب نفسهم، لأن يشوفونهم. الحمد لله أنا أوزع الشباب من كل إمارة وعارفين وين يعني الجلسات وين تستوي، فتحصل أن الشباب أوردي متجمعين في المكان هذا، فمجرد ما يشوفون السيارة مغرزة على طول يطلعونها. إذا سيارة ثانية في مكان مو بواضح نعم، يحاولون برقم التواصل رابط في يعني كذا. كيف يتم البلاغ عن الحوادث والاستعانة فيكم عن 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 أي طريقة؟ الانستغرام، في أرقام تواصل عندكم؟ في عندنا أرقام تواصل، ممكن عن طريق الاتصال، ممكن عن طريق الانستغرام، ممكن عن طريق العمليات. الحمد لله يعني متعودين ويانا عمليات مقوين، عمليات راس الخيمة، الشارجة، دبي، ما شاء الله يتواصلون ويانا، يعطونا رقم المبلغ نفسه ونتواصل وياه، ناخذ المواقع وناخذ هذا كله. جميل جدا. هل هناك مواسم معينة في السنة تلقون فيها تكثر حالات التغريزات بالتحديد؟ المشكلة الحمد لله يعني الإمارات عندنا ما عندها موسم محدد، يعني الصيف، الشتاء، شو ما يكون تحصل ان الجماعة كلهم متوزعين. يعني مثلا الحين احنا بدينا في الصيف، المفروض ان يعني او اللي يشوفونه الناس ان البلاغات بتخف في الصيف، ما بيكون نفس الشتاء. لا بالعكس، في عندنا شباب بعدهم يدشون بر، وفي عندنا بلاغات توصل الساعه 3 وساعه 2 في الليل نسين نستلم بلاغاتهم. انا اذا كان عندي فور ويل ما اعرف لازم ادش انا شخصيا. ترى هذه هي ولد الامارات وين بتصير لازم تدخل. بدخل يعني. وفي الصيف اذا شو اسمه البحر على طول ما اعرف لازم يعني. بس في 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 جروبات بعد لين الحين تدخل البر بمجموعات كبيره، يعني فوق ال 18 25 سياره يدخلون دخله واحده. فالمواسم ممكن اقول لك انه ممكن تخف في نص الاسبوع، لكن نهايه الاسبوع تحصلها ردت مره ثانيه عاديه. طبيعي هاي إجازة إحنا ندورها دوارها كيف يعني؟ ترى هذه إحنا نسير البر بنغرز وبنطلع. زين أخوي خالد، يعني أنت ذكرت أنكم تتعاملون مع مركز العمليات. طيب كلمنا عن تعاونكم مع الجهات المختصة في الإنقاذ، كيف تتعاملون معهم؟ شو التعاون اللي بينكم؟ عطنا التفاصيل هذه. طول بعمرك، إحنا العمليات الحمد لله يعني من بدينا الفريق وإحنا نتابع وياهم. كجهة حكومية كم بلاغ بتستلم؟ أوكي ما علي، عندهم سيارات، لكن في بلاغات تكون خفيفة تحرك دورية عشان تروح على بلاغ خفيف، لا تأخذ وقت. صح. فتعاوننا معهم، قلنا أنتوا يا جماعة إحنا موجودين وإحنا ما نأخذ أجر، ما نبغي شيء، أعطونا البلاغات إحنا بنستلمها، بنخفف عليكم الضغط. ممتاز. بدل ما يكون الضغط عليكم خلوا الضغط علينا إحنا، خلونا إحنا بعد نكون إيد واحدة وياكم. فالحمد لله يعني تعاونوا ويانا بكل أريحية، شغالين وياهم يعني ما في أي مشاكل من صدهم، بالعكس يساعدوننا مرات حتى. الله يعطيهم الصحة والعافية. ويعطيكم الصحة والعافية. الجميع إن شاء الله. هو يتخبرني عن التخصصات عندكم بالفريق، ما شاء الله مهندسين وميكانيكيين ومصممين، كيف رأيت يعني وشفت هذا الدمج ما بين الأفراد والشباب اللي يرفعون الرأس؟ طول بعمرك، هذا أفضل سؤال سألتني إياه. الله يسعدك حبيبي. إحنا عندنا أهمية تنوع التخصصات هذه لهدف واحد،
ان نكون متكاملين. متكاملين بان اي ناحيه؟ كل ما تنوع التخصصات في الفريق كل ما انت اخذت الافضل. مثال مثلا سياره دهورت في مكان بري داخل البر بزياده، انا شو محتاج عشان اوصله؟ انا بكون محتاج مسعف، ممكن محتاج طبيب، ممكن محتاج انقاذ بري، ممكن اكون محتاج الشرطه تكون موجوده. بحكم ان فريقي انا متوزع في كل البقاعات خلينا نقول او الجلسات اللي الشباب يجلسونها، فممكن اكون انا اول الواصلين للبلاغ هذا. الريال مسعف ممكن انه ينقذ، ممكن يشوف اذا مثلا في جرح، في شيء، في خطوره، انا عندي شهاده اسعافات اوليه ممكن اساعده لين ما توصل الشرطه. نعم. ممكن الشرطه ضيعوا المكان او الاسعاف ضيع المكان ما يقدر يوصل داخل، في عندنا شباب منقذين بريين يقدرون يوصلون لين داخل، بما انهم عندهم شهادات اسعاف يعني بيقدرون يحملون المبلغ يوصلونه عند الاسعاف. فبالطريقه هذه انا كملت الفريق من اسعاف، من اسعافات اوليه لطبيب لمهندس تصاميم ميكانيكي كهربائي، قدرت ان اخليهم كلهم يساعدون بعض، لان معظم الاوقات في سياره تدخل لكن تخترب، فما بقدر اسحبها بكبرها لما اطلعها ساعه، ممكن ساعه الربع لما اطلعها على الشارع. صح. عندي ميكانيكي، عندي كهربائي يقدر يوفر لي الشيء هذا. ممتاز. من ناحيه ثانيه انا مثلا ميكانيكي ومنقذ بري، واحد ثاني كهربائي بتعلم منه، الثاني بيتعلم من الثاني، والثالث بيتعلم من الثالث. صحيح. في النهاية بيوصل عندي أنا المنقذ، بحصله مسعف، بحصله طبيب، بحصله مهندس، بحصله ميكانيكي، بحصله كهربائي، لأنه شو خذ الخبرات من كل شيء، شامل من كل بالضبط. فبيطلع لي واحد عندي أنا جاهز بكل الخبرات عنده. ممتاز. والإنقاذ طيب له أدوات خاصة، شو الأدوات اللي الأساسية اللي تكون موجودة عندكم والأدوات اللي تستخدمونها في البر وفي الجبل وفي البحر؟ يعني هي تختلف في هاي المناطق لكن في شغلات أساسية عندكم. الأساسيات هذه أنا أعتبرها في كل سيارة لازم تكون موجودة. عندك أول شيء اللي هي عدة تخفيض هو الإطارات، هذه مهمة، هذه لازم تكون موجودة في كل سيارة، اللي هي مثل السكروب أو ولف عشان تخفض الهواء من الإطارات، والجيج مال القياس الهواء، هذا ضروري. بعد هذا عندك القلص نفسه، لازم يكون عندك قلص في السيارة، هذا أقل ما فيها. هذا لازم فعلا. في سيارة حتى تاير سبير ما فيها، يعني أنا إذا بطلع مكان يا أخي بتشيك السيارة، قلص، عدة تنسيم لازم يكون فيها اللي هي تخفيض الإطارات، التاير سبير، عدة تاير سبير، الجيكات، هذه لازم تكون موجودة في السيارة إذا أنا بدخل أي مكان. بس كعدة منقذ ما أقدر أتكلم فيها لأن أشياء وايد، يعني لو بتكلم يومين ما بخلص. ما شاء الله. هي نعم. وحين كل الفريق اللي موجودين عندك كلهم عندهم عدة الإنقاذ هذه؟ تقدر تقول عنهم 90% منهم عندهم العدة بالكامل سيارتهم، يعني ما في واحد بيستلم بلاغ إذا عدته مش كاملة أبد. هي لازم عدته كاملة، لأن الحمد لله في عندنا الإدارة، في الإدارة مخلينهم، في متابعين، في حتى توجيهات عندنا، يعني احنا من ضمن الأشياء اللي ياسين نشتغل عليها الشباب. الشباب بدل ما يالسين في مكان ولا ما عندهم شغل وقت فراغهم، تعالوا يا جماعة تعالوا شوفوا احنا شو ياسين نسوي. في بعض الشباب اللي هم يزودون سيايرهم وهذا، يوم تجذبهم على الفريق عندنا، احنا تجيبهم على فريقنا ويبتدون يستلمون بلاغات، تحصل انت طورت من خبراتهم، هم ممكن حاطين خبراتهم في جهة معينة، انت حولتها خليتها ميكانيكي. ليش ما حولتوا فريقكم الى جمعيه ذات نفع عام وتكون بصفه رسميه موجوده عندكم؟ هل ان شاء الله هذا اللي احنا ياسين نحاول فيه، وان شاء الله 150 شخص خلاص يعطونكم التاسيس ويعطونكم كل حاجه، حط النظام الاساسي ويتوكل على الله. والله شويه ياسين نحاول، لكن الامور شويه يبالها ترتيب اكبر، يعني ما ادري هل الطريقه اللي احنا وصلنا لها او ما عندنا وقت ان احنا نسوي، بالعكس احنا عندنا وقت، لكن بتوصلون ان شاء الله وبتسوونها باذن واحد احد، مثل ما اسست الفريق بتاسس الجمعيه ان شاء الله. خالد شيبان الريح، رئيس فريق صقور الصحراء للانقاذ، شكرا لك يا سيد العزيز، ويعطيك الف عافيه. الله يحفظك.
الله يحفظك، يا مرحبا وسهلا. اذا مشاهدينا بنتوقف عند فاصل وبنرجع نواصل، تريونا. حياكم الله مشاهدينا، ومعاكم مستمرين في 7 على 7. استقطبت خدمة فحص السائقين الخارجي 200 متعامل من لديهم اختبار نهائي منذ إطلاقها قبل شهر. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المقدم راشد أحمد الفردان، رئيس قسم ترخيص السائقين في القيادة العامة لشرطة الشارقة. مساك الله بالخير سعادتك، وحياك الله، نورتنا في تلفزيون الفجيرة. مساك الله بالنور أخوي محمد خالد، أمسي عليك وعلى مشاهدين برنامج 7 على 7. الله يحييك ويسعدك سعادتك. سعادتك، في البداية قمتم بإطلاق خدمة فحص السائقين الخارجي، لو تخبرنا بشكل مفصل عن هذه الخدمة. صحيح أخوي محمد، بداية تجمع مع أهداف وزارة الداخلية والقيادة العامة شرطة الشارقة وهو تعزيز سعادة المتعاملين الخدمات المقدمة، أطلقت إدارة ترخيص الآليات والسائقين خدمة الفحص الخارجي للسائقين اللي هم متقدمين للفحص. طبعا هاي الخدمة هاي عزيزي إن هم اللي متقدمين للفحص الواصلين لمرحلة الفحص النهائي، الفحص ما يسمى فحص المدينة، إن بحيث مركبة الفحص توصل إليهم سواء كانوا بالمنزل أو العمل، بدلا ما أن المتقدمين للفحص يحضرون إلى مبنى فحص السائقين. سعادتك، وين هذه الخدمة من زمان على أيامنا إحنا؟ الله يعطيكم العافية. صحيح. ما مدى حرصكم سعادتك على تقديم خدمات نوعية تفوق التوقعات، توقعات المتعاملين؟ أنا أحد الأشخاص المصدوم إنه يعني السيارة توصل ما شاء الله للبيت عندهم، تبارك الرحمن على هذه الفكرة، الله يعطيكم العافية عليها. الله يعافيك أخوي محمد خالد. طبعاً يمكن الرد راح يكون في هذا السؤال، أو تحديداً في الإجابة بتكون في هذا السؤال، أن طبعاً دائما القيادة العامة شرطة الشارقة حريصة على أن تقدم خدمات نوعية وحصرية من خلال استماع لصوت المتعاملين، وأيضا العمل معهم في رسم خدماتهم ومعرفة تطلعاتهم وتحقيقها، بهدف أن احنا نسعدهم. وما يحدث هذا إلا خلال من جلسات العصف الذهني، وأيضا من خلال اللقاءات المفتوحة اللي تكون مع المتعاملين من خلال أخذ آرائهم ومعرفة احتياجاتهم. لذلك شفنا أن الاحتياج وتقديم خدمات مبتكرة غير تقليدية بحيث نتوصل المركبة إلى أماكن تواجدهم. ممتاز. وكيف تسعون في قسم الترخيص، ترخيص السائقين، إلى تقديم خدمات مبتكرة ومرنة؟ طبعا نهدف أن نحن نقدم خدمات مبتكرة ومرنة، أن نحن نوصل للمتعامل، لأن اليوم إذا وصلنا للمتعامل راح نخفف عليه العباء، راح نوفر عليه الوقت والجهد وايضا تكلفه التنقل من منزل مبنى الفحص. صحيح. وايضا راح نخفف كذلك على الاولياء الامور، لو اخوي محمد ان هناك صعوبه يطلع ولي الامر ياخذ الطالب او المتقدم للفحص، يطلع من دوامه ويستاذن يروح البيت ويبن المبنى، فنحن بغينا نختصر هاي العمليه كلها ونقدم خدمات مبتكره وفيها مرونه بعيدا عن التقليد، ان نحن يوصلنا المتعامل، احنا حبينا نحن نوصل لهم في اماكن تواجدهم. والله فكره رائعه، فرحتنا بصراحه، الله يحفظكم ووفقكم يا رب. خبرنا سعاده المقدم عن رسوم هذه الخدمه للمتعاملين. طبعا رسوم هذه الخدمه ارتأت اداره ترخيص على آلية السائقين ان تكون هذه الخدمه 200 درهم بالإضافة إلى رسم الأصلي للفحص المدينة اللي هو 300 درهم. ممتاز. مع وجود الجائحة كيف تقومون بالالتزام بالإجراءات الوقائية للمتعاملين؟ صحيح أخي محمد، طبعا القيادة العامة شرطة الشارقة حريصة دائما بالحفاظ على صحة متعاملينا والعاملين كذلك لديهم، لذلك على المتقدمين للفحص عليهم إحضار نتيجة فحص نتيجة سلبية 48 ساعة من موعد بدء الفحص، وأيضا المتقدمين الفحص باستطاعة متقدم الفحص سواء بالحضور المبنى أو بمركبة الفحص أنه ماخذين جرعة أو جرعتين، وأيضا هناك المبنى في مبنى الفحص السائقين هناك تباعد جسدي، وأيضا مطبقين احترازات
بدايه كورونا اللي هو لبس الكمام وايضا نعم. توفير المعقم للمتعاملين. بشكل سريع سعادتك، اللي ماخذين اللقاح ماخذين عندهم شهاده اللقاح، كيف يتم التعامل؟ هل يجب ان يكون كذلك الفحص موجود، فحص البي سي ار 48 ساعه؟ اللي ماخذين اللقاح بالنسبه لماخذين اللقاح سواء نعم. جرعه او جرعتين، عنده شهاده بما يثبت ذلك يقدر يحضر مبنى الفحص او يطلب الخدمه ويستفيد من هاي الخدمه. جميل جدا جميل جدا. سعادة المقدم راشد أحمد الفردان، رئيس قسم ترخيص السائقين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، شكرا لك سعادتك، ونتمنى لكم التوفيق وتباشرونا بالأخبار المفرحة الجميلة مثل هذه. شكرا لك أخي محمد خالد على الاستضافة وتحت الفرصة للتحدث عن هذه الخدمة، جزاك الله خير. حب وكرامة طال عمرك، حب وكرامة، الله يسعدك ويحفظك، يا مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا. الله يسلمك. إذن مشاهدينا بنتوقف عند فاصل وبنرجع نواصل، تريونا. حياكم الله مشاهدينا ومعاكم مستمرين. أقيمت بالأمس فعاليات تكريم الفائزين بجائزة الحكومة الذكية 2021، وتكتسب الجائزة التي أطلقتها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية مصداقية واثقة أو ثقة واعتراف هيئات عالمية وإقليمية عدة، مثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية. لنتابع المزيد في التقرير التالي. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى على حصول ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية على جائزة درع الحكومة العربية الذكية فئة العمل عن بعد، وهذا إن دل فإنما يدل على ما وصل إليه قضاء ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية من تقدم وتطور تقني في مجال التقاضي الإلكتروني وفي مجال الأعمال القضائية والإدارية المساندة، حيث أن الدعوة في ديوان المظالم منذ تقديمها مرورا بقيدها حتى استلام الأحكام النهائية يتم كله بواسطة أو جميع الأعمال كلها تتم بشكل رقمي متكامل، وهذا ما كان لولا توفيق الله عز وجل ثم دعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف مباشر من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد محمد اليوسف، الذي لم يؤل جهدا في رسم الخطط والاستراتيجيات للوصول إلى رؤية ديوان المظالم الريادة في القضاء الإداري. تأتي مشاركة دائرة التخطيط والمساحة في جائزة الحكومة الذكية بهدف إبراز ما توصلت إليه الدائرة من خدمات ذكية وخدمات يعني مناسبة للجمهور. خدمة اليوم هي خدمة تطبيق من خلال الواتساب، خدمات ذكية من خلال الواتساب، ويكون هناك رد آلي للمتعامل. هناك العديد من الخدمات التي تم إطلاقها من خلال تطبيق الواتساب، منها شهادات الإفادة وموقع الأراضي وأيضا دفع الرسوم من خلال تطبيق الواتساب. الواقع الأمر طبعا أن هذه الجائزة بتعمل في كل سنة، وكل سنة يختار لها مكان محدد تتعمل فيه، وبالتأكيد طبعا هو استمراريتها على مدى سنوات طويلة تدل على نجاحها، وبتعتبر في نفس الوقت حافز من الحوافز المهمة اللي بتشجع الناس وبتشجع الوزارات وبتشجع الإدارات المختلفة على إنها تبدع في عملها وتقدم الجديد، لأن كلما قدم الإنسان جديدا كلما تم تقديره، والتقدير طبعا بترتب عليه أوضاع أفضل في كل اتجاهات.
أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم مؤخراً استراتيجية رؤية 2038 والتي تستهدف لتطوير كل عناصر اللعبة والوصول لمنصات التتويج. وقال رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي عبر حسابه الرسمي على تويتر بتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة التي تطمح دائماً للمركز الأول، سيتم اليوم إطلاق استراتيجية كرة القدم رؤية 2038 والتي نتطلع من خلالها إلى تطوير كل عناصر اللعبة والوصول بمنتخباتنا الوطنية إلى منصات التتويج. وللمزيد خلونا نرحب بضيفنا في الاستديو الصحفي الرياضي في جريدة الاتحاد فيصل علي جعفر النقبي. حياك الله يا أخوي فيصل. الاسم الفني فيصل جعفر. دعم يا سلام. بس الله. أنا متعود ما أعرف لازم أقول فيصل علي. الله يحفظك يا أخوي فيصل. الله يسلمك أخوي محمد. الله يسعدك وتشرف في هذه المقابلة. أي والله مع أخ عزيز وغالي يعني في قناة مثل هاي القناة يعني قناة البجير. الله يسلمك. الله يسلمك. بعد هذا العمر كله أول لقاء ألتقي فيه وياك حين في تلفزيون البجيرة. الحمد لله هذا الحمد شرف لله. لي أول شيء هذا شرف لي طالع شرف لي يا أخوي فيصل. الله يسلمك. الله يحفظك فيصل. أهم الركائز التي اعتمدت عليها رؤية 2038 شو بتقول؟ أول شيء قبل لا أتكلم عن ركائز أحب أني أنا أشيد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وفريق عمله يعني لأن أبهرنا بحفل جميل جدا لإطلاق هذه الاستراتيجية. الحفل نفسه كان مبهر، الكلام نفسه عن الاستراتيجية كان جميل ويتناسق مع احتفالنا هاي السنة إن شاء الله بعام 50 والخمسين المقبلة إن شاء الله لنا. أغلب أو جاءت الاستراتيجية ملبية لي يعني رغبة القيادة عندنا في إعطاء الفرصة للشباب. الشيخ راشد شاب عنده رؤية مستقبلية مع القطاعات كافة في الدولة إن شاء الله يعني إن شاء الله تنجح هذه الرؤية نجاح باهر إن شاء الله. إن شاء الله في البداية يعني لشهادة هذه ضرورية. اثنين نقطة ثانية ركائز اللي ارتكزت عليها الرؤية يعني ست محاور تقريبا 31 مبادرة فيها تقريبا ست محاور رئيسية يعني مهمة. نعم. من ضمنها الدوري، من ضمنها المنتخبات الوطنية، من ضمنها العلاقات والتسويق والإعلام، من ضمنها أيضا الرياضة النسائية يعني العديد من المحاور يعني تقريبا 31 مبادرة وفي أهداف لهم يخططون. نعم. للوصول لها خلال 18 سنة وهذه الرؤية الأولى في الرياضة لتمتد هذه الفترة الزمنية الطويلة 18 سنة يعني احنا الآن في 2021 لين 2038 تقريبا 18 سنة. نعم وكذلك لها يعني المبادرات تجني ثمارها يعني خصوصا في فترة أن رؤية الشيخ الله يطول بعمره أعطى نفس الشباب والرقي والإدارة الحديثة في إدارة الاتحاد وهذا فعلا ما كنا نحتاجه احنا في الشارع العام والشارع الرياضي بالتحديد. أنا في جميع مجالات الحياة الإمارات بلد متطور، كان في الناحية الرياضية شوية في خلل، الآن بدأ يعني بالاستراتيجية وبالعمل. نعم. يعني المستمر إن شاء الله احنا نكون يعني في الرياضة يعني مع الفئة يعني مع يعني المجالات الأخرى المتطورة في دولة الإمارات إن شاء الله. أن الرياضة عندنا يعني عانت فترة من يعني صحيح. من مش يعني ما بقول لك عدم التطور المستمر يعني بالضبط. تمت واقفة في مكان واحد يعني. نعم. إن شاء الله نشوف هذه المبادرات تكون تشجع يعني الرياضيين على أن يعني إحنا نطلع بكفاءات يعني بكفاءات في جميع الألعاب إن شاء الله من ضمنها كرة القدم يعني. تطبيق الركائز هذه والمبادرات والرؤية هل نسبة نجاحها صعبة أم ترى أنها سهلسة وسهلة وسوف إن شاء الله تصل للجميع؟ أصدق القول أنها هي صعبة مش سهلة يعني تحتاج إلى تكاتف من جميع الجهات. احنا عندنا وضع خاص في دولة الإمارات محمد، عندنا هيئة اتحادية وعندنا اتحادات وعندنا مجالس رياضية وعندنا أندية. نعم. هؤلاء جميعا لابد أنهم تضافر جهودهم جميعا في سبيل تحقيق هذه الرؤية. طرف واحد اتحاد الكرة لن ينجح لوحده، لابد تعاون الأندية. الأندية لها دور كبير جدا. أنا الآن الاتحاد يرمز إلى إنشاء أكاديميات، الأكاديميات اللعيبة راح يأتون من الأندية. نعم. الأندية إذا ما تعاونت مع الاتحاد الخلية الأساسية هو النادي يعني هي أكيد. النادي فلابد تعاون بين النادي وبين المجلس الرياضي وبين الاتحاد مع
كامل يعني مع بعض حتى يعني نحقق هذه يعني الاستراتيجيه ونحاول ان ننفذها يعني. واكيد ان يعني فوق النادي بيكون المجلس الرياضي يعني في صحيح. بعض الامارات ما عندهم مجالس رياضيه صحيح. ولكن عندهم كوادر قويه. النادي معناته هني الاتحاد صحيح. وفي كل الحالات كل المبادرات هي تحت اشراف الاتحاد. نعم. فيعني فعلا التكاتف مطلوب في هذه النقطه وان شاء الله مهم جدا لتنفيذ هذه المشاريع. انا بعطيك مثل هدف اليه تفضل الوصول الى كاس العالم. نعم. كاس العالم 2034. نعم. والمنافسه الى دور 16 في كاس العالم 2038. يعني هذا يتطلب ان يكون من الان تكون عندنا مواهب لين سنه 2034 يستطيعون قياده منتخب الامارات الى اللقب الاسيوي، لان يعني من اهداف الاستراتيجيه تحقيق كاس آسيا 2031. نعم. فأيضا لابد نحقق كاس آسيا ومن ثم نروح إلى كاس العالم، يكون عندنا جيل كروي مميز مثل جيل الأجيال اللي جاتنا مثل جور الأجيال السابقة يعني جيل التسعين اللي أبدعوا جيل التسعين مثلا جيل أيضا الجيل يعني الحالي الآن الموجود علي مبخوت وعمر عبد الرحمن وهذيل. نعم. نتطلب ديمومية الاستمرار في يعني في إخراج وإبراز المواهب الكروية، يعني هذا يعني شيء مهم جدا. أكيد. كيف استقبلت الأوساط الرياضية هذه الرؤية؟ والله نحن عندنا شوية يعني تخوف دائما بكرة القدم، يعني لم تحظى يعني بالاستراتيجيات المثمرة. كان في استراتيجيات بس ما أثمرت يعني الثمرة الصحيحة. فجميعا عندنا تحفظ نوعا ما على المدة، نوعا ما على التكاتف وعلى التضافر بين جميع هذه المؤسسات. بس أنا من الجانب الشخصي أنا يعني متفائل صراحة، متفائل إن شاء الله. تفائل؟ أنا متفائل. يعني أنت لاعب تفائل الحدث وألامي سهي، يعني ألامي متمرس ما شاء الله عليك، وعاشق للرياضة وصاحب قلم وكاتب، بالإضافة أن كذلك أخوي فيصل شاعر وكاتب مهم جدا، ولكن اتجه للرياضة وهو من عشقه للرياضة، ولاعب خطير كان صراحة دفاع يكسرنا. جزاك الله خير. الله يعطيك العافية أخوي فيصل. فيصل، هناك جوانب أغلفتها الرؤية كانت شاملة برأيك، شو بتقولي بهاي الجوانب وكيف تكلمني عنها ووصف لي إياها بكل مصداقية وشفافية؟ الرؤية كانت شاملة، يعني هي ست المحاور كامل يعني عن الرياضة العربية، ممكن مش موجودة من ضمن المحاور الرياضة العربية، ولكن نحن جزء من الرياضة العربية. نعم. يصل هي يعني كلها تكزت على آسيا أول شيء محليا. نعم. من ثم على آسيا من ثم على كأس العالم عالميا يعني. فأنا يعني أتوقع أنهم شوي أغفلوا الجانب العربي، يعني هذا جانب مهم، يعني ما في محور للاتجاه الى 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 الجانب العربي، يعني بطولة العرب مثلا، بطولة يمكن عدم توفر بطولات مهمة عربية يعني، او عدم الاستقرار في رزنامة البطولات العربية. انا هذا اللي كنت بقول لك، يعني الخارطة العربية دائما تلجأ لآسيا اذا تكلمنا، او الجانب الثاني ناحية مصر والسودان لأفريقيا. صحيح. والمغرب العربي بأكمله يعني، بس هناك بطولة عربية يعني. نعم. مش منتظمة، يعني نتمنى ان احنا نكون منتظمه يعني ان شاء الله، ان شاء عشان الله عشان يدخل لها المحور هذا، لان تعرف التواصل ايضا مع العرب في يعني احنا مشروع الشيخ خليفه الله يطول في عمره، الشيخ الله يطول بعمره، قرار الشيخ خليفه التاريخي الله يطول في عمره رئيس الدوله في اعطاء الفرصه للمقيمين وابناء يعني ابناء المواطنات والمقيمين. نعم. المقيمين العرب سواء او المقيمين الاجانب اللي يحبون الدوله واللي عاشقين الدوله ايضا عندهم فرصه، مواهب عندهم فرصة أنهم يظهرون مواهبهم، وهذه الرؤية ما غفلتهم بعد، هذا جانب مهم ما غفلت الرؤية يعني. صحيح. الحمد لله. صحيح. المقيمين الحمد العرب على هذه الأرض والمقيمين الأجانب أو العرب اللي يحبون الإمارات طبعا عندهم أبناء يحبون الكرة، مواليد الدولة كذلك، مواليد الدولة كذلك. نعم. وهذه كلها فئات يعني الحمد لله كانت مشمولة من ضمن السرعات. صدقت. برأيك هل ستتأثر الرؤية بجائحة كورونا إن طال زمنها، أم كانت حاضرة هي وسواها من المعوقات المحتملة؟ أنا أشيد أول شيء بدور الاتحاد. ليش أنا أشد في دور الاتحاد؟ لأن الاتحاد سوى كونغرس أو سوى خلوة عن طريق يعني التكنولوجيا مثل ما يقولون، يعني استضاف فيه أغلب القادة الكرة في العالم عن طريق التكنولوجيا. الشيخ راشد بنفسه وأعضاء الاتحاد سووا خلوة
رياضية للأفكار. حلو. هذه ببداية كورونا، تخيل شهر 6 2020، ومن ثم أعلنوا يعني عن استمرار يعني طرح العديد من المبادرات أيضا في زمن كورونا، فأنا أتوقع ما راح يكون عائق يعني كورونا إن شاء الله. كل شيء متوفر بدولة الإمارات إن شاء الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية أخوي فيصل الإعلامي العزيز الغالي فيصل النقبي، صحفي ورياضي في جريدة الاتحاد. شكرا لك يا سيد العزيز، والله يوفقك. شكرا لنا طال عمرك، وما قصرت يا أخوي محمد، الله يطول في عمرك. يا مرحبا، الله يسلمك. الله يسلم. مشاهدينا وصلنا للختام، شكرا لكرم المتابعة، مع السلامة.